السلام عليكم. بهذا الفيديو رح نتعرف على كيفية عمل ساين ان باستعمال جوجل. طبعا ببعض التطبيقات اول ما ندخلها بنشوف في عنا ساين ان وذ جوجل، يعني ممكن انت تعمل تسجيل دخول مع جوجل عشان توفر على حالك كتابة اسم البريد الالكتروني وايضا كتابة الباسورد. فبكل بساطة كل اللي عليك انك تروح اول شيء تستعمل مكتبة جوجل ساين ان، واللي طبعا احنا باول فيديو ايضا استدعيناها. يعني لو رحنا لملف البسبكت يامل بنلاحظ انه فعلا هي المكتبة موجودة تمام بهذا الشكل، اذا امورنا كلياتها سليمة. ثاني شيء بكل بساطة حنعمل لها امبورت، حننسخ هذا الكود كامل بهذا الشكل، بنروح على الملف اللي عنا، اوكي حنمسح كل هذا الكلام ما عاد في داعي له، اهم شيء بس نكون فهمناه تمام. حنعمل هون امبورت طبعا لمكتبة جوجل ساين ان، حناخذ الفيوتشر يوزر كريدنشال حنحطها داخل الكلاس بهذا الشكل، كنترول V بهذا الشكل، حنمسح طبعا اليوزر كريدنشال، حنشوف كيفية استعماله. بنلاحظ انه اول شيء عرفنا متغير من نوع جوجل ساين ان اكونت تمام، واللي طبعا حيترجع له قيمة الميثود اللي موجودة داخل الكلاس جوجل ساين ان، وبنلاحظ انه الساين ان بيرجع لي فيوتشر جوجل ساين ان اكونت، فلذلك عملت هي من نوع جوجل ساين ان اكونت، وطالما انه فيوتشر فنحن رح نستعمل الاويت. طيب سؤال، يعني هل ممكن انا اشرح هي الامور اكثر؟ لا، ليه؟ لانه ببساطه هي طبعا جوجل ساين ان هي اللي فرضت عليك هي المتغيرات، هي كلها عباره عن كلاسات، لو ضغطت على اي واحد منهم هو عباره عن كلاس تم انشاؤه تمام بهذا الشكل، فاللي انشا الكلاس هو عم يقول لك انت بتستعمله بهي الطريقه، فلا حد يسال كيف انا ليه استعملت جوجل ساين ان اكونت، لانه هي ببساطه هن اللي فرضين عليك، واللي هدفها طبعا تشغيل الاوثنتيكيشن، تشغيل الاوثنتيكيشن تمام وتجهيزه تمام. ثاني خطوه طبعا نحن للحصول على معلومات الاوثنتيكيشن، للحصول على معلومات الاوثنتيكيشن استعملنا جوجل اوس حتى نحصل على معلومات الاوثنتيكيشن للشخص اللي عمل فعلا تسجيل تمام، او اللي حيعمل تسجيل ببساطه شديده. انا حصلت على التوكن الخاص بي، حصلت على الاي دي توكن، الاي دي توكن والاكسس توكن هن اللي انا اللي حاعتمد عليهم بعمليه تسجيل الدخول باستعمال جوجل، وبالاخير شو اللي حيرجع لي؟ حيرجع لي طبعا ساين ان وذ طبعا كريدنشال اويت بهذا الشكل. انا ممكن اخذ هي القيمه وخزنها بمتغير، فانا اللي حاعمله هون حاخذ الساين ان وذ اكونت جوجل بهذا الشكل، حخليها داخل البطن، طالما انه هي من نوع فيوتشر فرح اعملها اويت هون، وهون طبعا الثينك، هون السينك بهذا الشكل، وهون طبعا اكيد اويت تمام، ورح خزنها داخل متغير تمام، ورح اسميه مثلا خليه النوع فار او دايناميك، او اللي بشوف شو نوع هي، ما زال هي يوزر كريدنشال تمام، حخليها هون يوزر كريدنشال، حسميها هون اعمل متغير سميه كريد تمام بهذا الشكل، اوكي بكل بساطه رح اطبع النتيجه اللي رح ترجع من خلال الكريد تمام. فين طبعا عندي اكيد مجموعه من الخواص، فين يجيب الكريدنشال ويجيب داخله اكيد الساين الميثود او البروفايدر او التوكن اللي انا عايزه، بس انا حاليا بس حاطبع كريد بهذا الشكل تمام، وحاعمل هوت ريستارت تمام. حاليا مثل ما بنعرف انه انا لو رحت لهون لهذا المكان تمام، حتى اتاكد باليوزر الموجودين عندي، نلاحظ انه فقط عندي 3 يوزر. والموضوع الاخير اللي لازم نحكي عنه انه لازم اروح على الساين ان ميثود وفعل جوجل بهذا الشكل، طبعا هو بيكون ديسيبلد فلازم نخليه يصير انيبلد بهذا الشكل. طبعا هون عم بيقول لي البروجكت بابليك فيسينج طبعا نيم، يعني اوكي ما في داعي له هون، البروجكت سبورتد ايميل تمام، حاستعمل ايميلي الافتراضي حتى يكون هو الايميل الداعم لهذا الموضوع تمام، وحاعمل سيف تمام بهذا الشكل، اوكي ننتظر، اوكي فعلا صار جوجل ساين ان انيبل، فهلا صار ممكن استعمل الطريقه من دون اي مشاكل. لو رجعنا لليوزرز بهذا الشكل، طبعا حاحذف هاد حاليا لانه هو اللي حيتم من خلاله جوجل ساين ان تمام، حاعمل له ديليت، حاعمل هوت ريستارت او هون حاعمل ريفرش، بنلاحظ انه هلا حاليا عندي بريدين الكتروني باسل وائل. لو رحت انا ضغطت على الساين ان افترض يروح مباشره يعرض لي جوجل ساين ان، يظهر لي انت اي ايميل حتختار او اي بريد الكتروني رح تختار، فعلا راح جاب لي البريد الالكتروني الخاص فيه، قال لي اختار واحد منهم، انا عندي طبعا 2 حاختار منوعات شامله اللي هو وائل ايجل 456@gmail.com بهذا الشكل. لو فتحت التيرمينال يفترض يكون رجع لي نتائج تسجيل الدخول، فعلا العمليه تمت بنجاح وانشا لي الحساب الشخص بنجاح ومن دون اي مشاكل، جاب لي النيم، جاب لي الايميل، جاب لي الايميل فيريفايد، وهون لاحظوا
الايميل فيريفاي مباشره عم بيكون ترو. بتعرفوا ليه؟ لانه هو اصلا عم يستعمل بريدك الالكتروني ليعمل فيه تسجيل من خلال جوجل، فجوجل هو اللي عنده البريد الالكتروني وهو اللي عنده الفاير بيس، فهو عارف ان هذا البريد الالكتروني لك. فهون انت وفرت على حالك موضوع الايميل فيريفايد وجاب لك الايميل وكل هاي الامور. لو رحت هلا لهون حتعمل ريفرش حتلاحظ انه البريد الالكتروني حيظهر عندك بهذا المكان، فعلا ظهر والايجل 456@gmail.com، وقال لك الطريقه من خلال جوجل، حتطلع هون رمز جوجل تمام، وجاب لك الاي دي وجاب لك كل الامور اللازمه ببساطه شديده. هي هي بكل بساطه فكره عمليه تسجيل الدخول او انشاء الحساب طبعا باستعمال جوجل. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم، ومثل ما اتفقنا كل هاي الامور اللي عم نشرحها هلا رح نطبقها بشكل عملي كامل، وحنتعرف على اللوجيك لعمليه انشاء الحساب وتسجيل الدخول لما نحن رح نستعملهم مع التطبيق اللي صممناه بالقسم الثالث اللي هو تطبيق الملاحظات. بس هلا انا اللي بدي اياكم تفهموه بس كيفيه استعماله. بالتوفيق للجميع.